المنتخب الاولمبي شايف القصه عامله ازاي؟ بدانا كده فجاه، وانا هتكلم بصراحه شويه، يمكن البعض كان متعشم قوي ان الاهلي يمكن ما يوصلش نهائي البطوله، فالازمه تبقى خلصانه بقى، اخد الشناوي، اخد ايمن اشرف، اخد اللخضم، ما عنديش مشكله. الاهلي الان هو بيقترب الحمد لله من الوصول للمباراه النهائيه باذن الله يوصل لها. بدات تبقى في ازمه، لانه كمان الاهلي كان وعد وكتب اقرارا انه هيلعب مبارياته المؤجله دون لاعيبه المنتخب الاولمبي، مظبوط؟ صح. لحد دلوقتي كتب معرفش يعني، واحنا موجودين معرفش انه لا في اقرار، انا بقول لك انا بقول لك حاجه في او في خطاب، كان في اتفاق يعني، واحنا موجودين كان في اتفاق طبعا. لا، هناك خطاب رسمي من النادي الاهلي وصل الى اتحاد الكوره انه ملتزم انه ايام الدوره الاولمبيه يترك لاعبته للمنتخب الاولمبي وانه يلعب، الا بقى اذا كان موجود، اذا حصل تعارض مع البطوله الافريقيه. في حاله ان شاء الله الوصول بامر الله، وهنوصل باذن الله للمباراه النهائيه ليوم 17، عندك مشكله الفقاعه يوم 16، ولو وقفت على دماغك مش هتغير النظام. صح ده صح مع حضرتك. ادي واحد. اتنين، اللعيبه الكبار، تكلم على واحد زي محمد صلاح، يعني احنا كان عندنا مداخله مع المهندس احمد مجاهد، الديلي ميلر خدتها وابرزتها، مداخله رئيس الاتحاد ل اون تايم سبورتس، انه قصه محمد صلاح، فعندك ازمه عنيفه جدا في محمد صلاح، عندك ازمه تكاد تكون اعنف مصطفى محمد. ليه بقول تكاد تكون اعنف؟ طبعا، لانه ده اللعيب الاساسي، واخر ماتش هو جايب فيه جونين مثلا مع المنتخب، وفايق وحالته جيده يعني. هل احنا بنتعرض لازمه في توقيت صعب قبل انطلاق البطوله مباشره لفريق احنا عندنا امال كبيره وتطلعات فيه؟ اكرم توفيق، ما هو اكرم مش هيسافر. ما انا بقول لحضرتك اكرم توفيق. ما لا، وضح لي، اشرح لي الصوره يعني، ترجمه. شوقي اللي يهمه جدا في المنتخب اكرم توفيق. انا مش هتكلم على مصطفى محمد، مصطفى محمد طبعا مهم جدا جدا بالنسبه له، بس هو اكرم توفيق. ليه اكرم توفيق؟ اكرم توفيق هو اللعيب الوحيد اللي في المنتخب ملوش بديل، يعني هو ديفندر. لو حضرتك جيت اتكلمت في صلاح، صلاح طبعا يعني اضافه غير طبيعيه، يعني مش انا اللي هقيم صلاح، يعني اضافه غير طبيعيه كثقه وفنيا، وحتى الفرقه تبقى عامله حساب وخايفه جدا وكل حاجه في صلاح. لكن صلاح انا بتهيأليش ان هو هيجي، يعني خلاص اللي احنا المؤشرات، وكابتن شوقي عامل حسابه على كده من البدايه ان هو دايما ذكي جدا وبيحط سيناريوهات. المشكله بتكمن في اكرم توفيق، ده رقم واحد. ماشي. وانا بتهيألي ان يعني انا ما كنتش متوقع ان لاعب اكرم توفيق بكرهته، واكرم توفيق يطلع بالشكل ده. نعم. فالاهلي ان شاء الله ما يوصل فاينل. فضل، انا من ايام ما اكرم كان في الجونه قلت لما هيعود للنادي الاهلي هيتم توظيفه في الباك رايت، وقلت بالظبط كده، في عمرو السوليه وفي اليو ديانج وفي حمدي فتحي ثلاثي مرعب، وان الولد ده ما شاء الله، خلي بالك لو لعبته باك ليفت هتلاقيه كويس، لعيب كويس جدا، لو لعبته ونجريت هتلاقيه كويس، الولد كويس. فانا من بدري انا شايفه احمد فتحي، وما شاء الله كمان في محمد هاني، وده ستايل وده ستايل طبعا. فما شاء الله الاثنين هيعملوا تنافس، وجاي لهم كريم فؤاد كمان، يعني هتبقى الدنيا. وبيكهام ساعات بيلعب باك رايت طبعا، ولد جميل لما تحتاجه بتلاقيه. تمام. صح. انا متفق مع حضرتك جدا، بس اكرم توفيق انا يعني يمكن ما شفتوش كتير غير في الجونه، ما راح اعاره مثلا الجونه، كان بيلعب ديفندر، فمكان ديفندر كان كويس جدا جدا يعني. فكابتن شوقي محتاج المركز ده ديفندر، ان هو عنده مين ديفندرات في هو المنتخب. الكلام على طارق حامد، ما هو لا انا بتكلم في اللعيبه بتاعت المنتخب. مين ديفندرات موجوده عنده؟ يعني مثلا محمد عبد السلام في البطوله كان بيلعب اكرم توفيق، البطوله اللي هي تحت 12 سنه كان بيلعب اكرم توفيق، نجم البطوله، ورمضان صبحي كان نجم البطوله، وعمار كان بيلعب، محمد كان نجم البطوله، واحمد ياسر كان نجم البطوله، وعمار كان نجم البطوله. عمار بدا باك رايت، وبعد كده لعب ديفندر في ماتشات. مظبوط. كان عنده عبد الرحمن، محمد صبحي، وناس كتيره يعني. كان عنده فريق، هو خلاص هو كابتن شوقي، انا هو ذكي جدا وبيحط سيناريو. انا بقول لحضرتك اكرم توفيق ومصطفى محمد. لكن تقولي اللعيبه الكبار مهمين جدا، بس هو عامل حسابه. هو الاثنين دول اكرم توفيق ومصطفى محمد. طب هل الاهلي من الممكن انه يسيب اكرم توفيق؟ أكرم توفيق. ممكن. وارد. ممكن. وارد. وارد. هيكون محمد هاني رجع من الاصابه. محمد رجع اتمرن. يعني ومحمد لعيب كويس قوي قوي. ولعيب طبعا. يعني بيتهيألي ان هو ممكن سنه سنتين ماكسيموم ويحترف، ان هو لعيب امكانياته، عنده سرعات، لعيب ذكي، عقليه جيده. ففي محمد هاني، في بيكهام، ممكن يسدوا في المكان ده. لكن حضرتك بتتكلم من، وهيبقى على فكره ده كله بالاتفاق مع نادي الاهلي ان هو برضه في مهمه، ما هو ده بس سيب لي ده.